ومن جانب آخر دشن سعادة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي اليوم ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني 43 في حديقة زعبيل أكبر علم بشري ضم قرابة 1000 عامل من إدارة الحدائق العامة والزراعة بحضور مساعدي مدير عام البلدية وممثلين الهلال الأحمر الإماراتي. تفاصيل الفعالية تأتي في سياق التقرير التالي. زهت حديقة زعبيل صباح اليوم بألوان أكبر علم بشري مكون من نحو 1000 عامل ساهم مساهمة فعالة في نشاطات الحدائق العامة والزراعة ببلدية دبي على مدار العام. ويعتبر هذا العلم البشري افتتاحية الفعاليات الأولى لبلدية دبي ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني 43، وركزت البلدية على البدء بالعمل الجماعي والتعاون لتشجيع الموظفين على العمل بجهد للوصول إلى أهدافهم. نحن نشارك جميع موظفي بلدية دبي اليوم، كانت الفكرة بخلق يعني علم كبير جدا العاملين في مجال النظافة العامة، مشاركة طبعا الموظفين كلهم في ذلك. الاحتفالية هذه ستتبعها احتفاليات أخرى إن شاء الله يوميا إلى الاحتفال الكبير الذي ستقوم ببلدية دبي يوم الاثنين في المبنى الرئيسي. صممت هذه الفكرة المميزة التي شارك فيها عمال الحدائق والزراعة بناء على 43 علما مصمما بالزهور الملونة بألوان علم دولة الإمارات الحبيبة، والتي بادرت أياديهم بزرعها في مواقع متعددة في مدينة دبي. أنا فرحان ومبسوط النهاردة أني بنشارك، لأن كل واحد عربي يتمنى أن يكون مثل المواطن الإماراتي، نفس التعامل نفس الأسلوب ونفس الرقي الحضاري. ولا شك أن هذه المساحات الخضراء ما كانت لتتلون لولا وجود أيادي هؤلاء العمال الذين هم المنفذ الحقيقي لها، ولهذا السبب يعتبر إشراكهم في مثل هذه المناسبات واجبا، وذلك لبث روح الانتماء فيهم وإحساسهم بالأمان ما داموا على هذه الأرض الطيبة. إضافة إلى أن الهدف من فكرة العلم البشري هو إشراك جميع الفئات بفرحة اليوم الوطني بشكل جماعي.